وللحديث بشأن التطورات الفلسطينية ينضم إلينا عبر الهاتف من الخليل الصحفي الفلسطيني مصعب خفيشة. سيد مصعب، مرحبا بكم. يعني انتهت القمة الإسلامية، ربما يراها البعض مهمة في هذا التوقيت المهم، لكن كيف رصدتم فعل الشارع الفلسطيني على مقررات القمة سيد مصعب؟ بداية مرحبا بكم أهلا جميعا مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. الشعب الفلسطيني بشكل عام وخاصة في الضفة وغزة يرى أن هذه القمة كمثيلاتها. يعني في البداية كان هناك قمة عند نية إعلان ترامب إلى نقل السفارة الأمريكية، والآن نرى بأن هذا الأمر أصبح واقعا، وهذه القمة تضاف إلى سابقاتها من خلال الوعودات ومن خلال عبارات شجب واستنكار فقط. نعم سيد مصعب، هل أنت معي؟ نعم. طيب سيد مصعب، لو نأتي على مطالبات قمة إسطنبول، طالبت بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين إلى فلسطين، لكن إلى أي مدى ترى أن هذا المطلب يصب حقيقة في مصلحة القضية الفلسطينية؟ نعم، بصراحة هذا مطلب غير واقعي وأيضا غير مجدي. يعني كان هناك مطالبات سابقة وأيضا كان هناك محاولات سابقة مثل ما حدث بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل عام 1994، وكان هناك قوات الحماية والتواجد الدولي السف، ولكن هي بالحقيقة عبارة عن فقط يعني رفض الانتهاكات وتواجد بدون أي خدمة أو أي هدف أو أي مساعدة للشعب الفلسطيني. المطلوب من الدول العربية ومن وزرائها ومن رؤسائها إذا كانوا بالفعل يريدوا خدمة القضية الفلسطينية هو قطع جميع العلاقات وسحب الوزارات. والآن للأسف نحن الآن نتحدث عن هرولة غير طبيعية نحو التطبيع مع الاحتلال. يعني كيف ممكن أن نتصور أن هؤلاء من يهرولوا للتطبيع مع الاحتلال يريدوا أن ينصروا القضية الفلسطينية، بينما هم يضغطون من أجل القبول بصفقة القرن ومن أجل القبول بأي مكان ومن أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. طيب سيد مصعب، عطفا على ما تفضلت به، لو نأتي إلى كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في القمة الإسلامية إن واشنطن تتحمل عواقب قرارها الاستفزازي بشأن القدس، لكن تعتقد أن تركيا يمكن أن تكون لها دور أكبر في الفترة القادمة لحل القضية الفلسطينية سيد مصعب؟ نعم أتوقع، وهذا المأمول، وهذا أيضا طموحات الشعب الفلسطيني في الرئيس رجب طيب أردوغان وفي الدولة التركية، من أجل يعني بشكل أكبر ضغط، وسيكون لها دور أكبر إذا أرادت، إذا ما أرادت سيكون لها طبعا دور أكبر في القضية الفلسطينية. ورأينا قبل أيام قليلة تصاعد التوتر الدبلوماسي بين دولة الاحتلال وتركيا وتحت السفير والقنصل. ويعني بالفعل من متابعاتنا الإعلامية وخاصة في قضية الإعلام العبري والترجمات العبرية نرى أن هناك قلق حقيقي في صفوف الاحتلال من خلال وقوف التركي مع القضية الفلسطينية. وكان قبل هناك مراسل تلفزيون قناة ثانية العبرية أراد يعني عمل مقابلات حول الحديث، كان هناك مواجهة جديدة من الشعب، وأيضا هو تحدث بأنه تم تعقب الضرب والإهانة. هل تستطيع أنقرة أن تجمع لم شمل الفصائل الفلسطينية لمائدة المصالحة بعد موقفها من طرد السفير الإسرائيلي من تركيا سيد مصعب؟ بصراحة القتال الفلسطيني هي قضية شائكة، نحن نرى ونأمل ونرغب كشعب فلسطيني بأن يتوحد طرفي الصراع، ونأمل بأن تكون لتركيا دور أكبر في هذه القضية، من يعني خاصة الآن بتطور القضية الفلسطينية ومنحنى خطير وقضية نقل السفارة الأمريكية. لربما ما تستطيع تركيا أن تكون لها قيمة وأن تضغط على الطرف من أجل صالحها ومن أجل القضية الفلسطينية، والآن فعلا نحن في يعني محل من الخليل الصحفي الفلسطيني مصعب خفيشة، شكرا جزيلا لكم.